بالنسبة لمجموعة شيماء للعقار، احنا واحد المون نعيش عقاري اللي كانت واجده في سوق هذه 40 سنة. بدينا المشاريع ديالنا في مدينة وجدة، ومن بعد مشينا للمدن أخرى في المملكة بحال الدار البيضاء، مراكش، رباط، فاس. جينا دابا لطنجة. الآن عندنا ثلاثة ديال المشاريع: مشروع المستقبل ديال القطاع الأرضية، والمشروع ديال النزهة اللي شتوه اللي هو واحد المشروع ديال سكن متوسط. هذا السكن المتوسط حاولنا نديرو فيه جودة عالية، هو واحد سكن داخل فيه الدعم ديال الدولة. إلا كان عندهم شروط، الناس إلا كانت عندهم شروط اللي دارتها الدولة غيكون داخل. بالنسبة لهذا المشروع ديال النزهة، عندنا المساحة ابتداء من 50 متر كاري إلى 100 متر كاري، والثمن ابتداء من 38 مليون. هذا المشروع كيمتاز بموقع ديالو، هو قريب المطار، قريب من ديك لاغوكات الجيدة ديال لي دو مير، قريب لابلاج ديال سيدي قاسم. كيمتاز عاوتاني هذا المشروع بالاشياء اللي درناها فيه، فيه لي بلاطو البيغو، فيه واحد مسبح ديال الدراري الصغار، فيه واحد لاصال ديال لو سبور، فيه محلات تجاريه، باش كلشي يكون ان شاء الله قريب للساكنه اللي غادي تاخذ ان شاء الله علينا، غتستافد معنا في هذا المشروع. بالنسبه للمشروع الثاني اللي هو شتو الشقه النموذجيه ديالو، هو مشروع اوريزون. هذا سكن متوسط ولكن تمينا عاوتاني وحده اخرى، ومساحات وحده اخرى. المساحه ابتداء من 71 متر كاري، وهو الاتمنه ديالو ابتداء من 76. بالنسبه لهذا الشطر اللي غادي نطلقوه ان شاء الله، الشطر الثالث اللي غنطلقوه ان شاء الله، هذا المشروع حتى هو عنده مميزات خاصه بحكم الموقع ديالو. جاء على طريق الرباط، قريب المركب الرياضي ديال مدينه طنجة، قريب لطريق الرباط جاي في الدخله، قريب عاوتاني للمرجان، اسواق السلام. يعني عنده واحد الموقع حتى هو ممتاز، جوده عاليه، راك غادي تشوفوها ان شاء الله في السوق النموذجيه اللي درناها. بالنسبه لنا الاثمنه ديالنا مصرحه 100%، الحمد لله بفضل الخبره اللي عندنا وسنوات اللي درناهم. جينا لمدينه طنجة وحاولنا ديك الجوده اللي درناها في المدن الاخرى نستافدوا منها ونديروها في هذه المشاريع ديالنا ديال طنجة، باش ان شاء الله يكونوا حنا المشاريع ديالنا في هذه المدينه يكون عندهم صدى طيب، بحال الحمد لله المشاريع الاخرى اللي عندنا في انحاء المملكه.